يا قيس سعيد يهديك ربي عاش. تو كيفاش يعني نحترموك وقدروك، ما عليها تقول شباب 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 وبعد الشباب الكل تاخذ عليه في الفلوس كي يحرق بخلاف الحرقه بخلاف الفلوس، يعني انت اللي نفعته وتزيد تضره عليه هكا. تمشي تطلع في المترو تشوف الناس ما عادش تنجم تضحك، تدخل باش تقضي ما عادش تنجم تخلط، الصالير حاجه والخلاق والمواد الغذائية حاجة أخرى، عليها هكا شيء كبير ما عادش نجم. ورانا عينا رانا تعبنا وفدينا، فتناها مرحلة تعبنا فتناها مرحلة عينا مش لحق، ماذا بينا نشدوا نجريوا ديريكت للبحر، مش البحر البر لأي بلاصة، ما عادش بلادي هذه بالحق ما عادش تعيش. رانا تعبنا رانا تعبنا تعبنا تعبنا، وأنا كمواطن تونسي عندي الحق باش نطالب بحقي وباش نتكلم مع التوانسة الكل وعلى الشباب الكل. ورانا تعبنا برشا، وراه الشباب ما عادش باقي له حد شيء في البلاد هذيا، وراه شيء ما عاد يعجب لا في حد شيء معناه. بالحرقة تو تخمم في الحرقة؟ انا نخمم باش نخرج قانونيا، ما خدفتش معايا الامور قانونيا باش نخرج بالحرقة ان شاء الله. ما انا باش نقعد نعيش لهنا في البلاد هذيا. شنو المشكلة؟ برشا مشاكل كنت نحكي لك فيهم قبيلي، تدخل الادارة تتعب، تدخل المركز تتعب، تدخل باش تعمل فورماسيون تلقاها بمليون، تدخل باش تخدم باش تقضي ما فما حد شيء. من الاخر تحب نزيد نفسر لك اكثر، البلاد هذيا كل شيء فيها خايب. كل شيء خايب. هذاك تعطيني حاجة باهية، كان ما تزمش تعطيني حاجة باهية نعطيك أنا الحاجات الخايبين الكل في البلاد هذيا. أبسط الحاجة، الناس كل مدبرمة، الناس كل في ديبرسيون في اكتئاب، الناس مدبرمة، يعني نفسية الإنسان راهي مرضت، نفسية الإنسان مرضت. يعني عبد كي تمس نفسيته ما عادش ينجم يعيش في البلاد، تو الناس قاعدة تحرق عليها شيء على خاطر برا فما مونتاليتي باهية، فما فلوس، وعلى حاجتين هذوك لهنا لا فلوس لا مونتاليتي لا حد شيء. أختي آخر شيء ما عادش يعجب يعني ما.